ما رأيك بالأنفاق السرية التي تحدثت عنها العديد من الوكالات حقيقة، آخرها وكالة عين الفرات من العراق نعم إلى الداخل السوري إلى عمق جيد جدا، يعني مسافة جيدة للغاية، كيف نعم تراها؟ لا تعتقد بأنها ستحد من قابلية الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها في توجيه ضربات على الأرتال القادمة من العراق إلى سوريا كما شهدنا في نعم الفترات الماضية؟ لا تعتقد أنها طريقة ذكية للغاية؟ نعم لا شك أن إرسال تلك يعني إرسال الأسلحة بشكل عام ومن خلال تلك الأنفاق ستكون يعني عامل مشتت لسلاح الجو الاستخباراتي بوجه التحديد، بحيث لا يتم رصدها أو تحركاتها داخل الأراضي السورية. لكن عمليا يقابل ذلك، أعتقد بأن مروحة الأهداف بالنسبة للجانب الأمريكي والإسرائيلي ستتسع بموجب تلك التداعيات، ما أن ثبت أن هنالك منظومات دفاع جوي دخلت إلى المعادلة السورية، والتي بموجبها ربما قد تغير قواعد الاشتباك الدولية، وبالتالي سيتم استهداف تلك الأنفاق، وهي أيضا معروفة وواضحة بالنسبة للجانب الأمريكي، وعلنا يعني هنالك حتى أسماء بعض القادة الذين قاموا بالإشراف المباشر يعني هذه المنطقة، أو عفوا هذا المشروع حفر الأنفاق يشرف عليه الحرس الثوري بشكل مباشر، ولا يوجد فيها عناصر عربية تخوف من تلك الضربات. لكن عمليا هل هذا خارج نطاق يعني مراقبة أسلحة الجو الاستخباراتية؟ أعتقد ذلك شبه مستحيل، هو أمام مرأى ومسمع من تلك الأجهزة ويتم رصده بشكل حثيث. لكن عمليا تشتيت الهدف من خلال هذه الممرات وكذلك أيضا الممرات البرية مع أزمة الزلزال واستثمارها بشكل كبير، أعتقد ربما قد تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز القدرات بمناطق متقدمة نتيجة لحجم الكارثة التي حصلت في سوريا ونتيجة لإدارة تلك الأزمة من خلال القوات أو الفصائل المرتبطة بالجانب الإيراني، وبالتالي تحقق تلك الأهداف. لكن عمليا أنا أعتقد بأن المواجهة ستكون بمروحة أهداف أكبر، ربما فيما لو وضعت أو شغلت تلك المنظومات، منظومات الدفاع الجوي، سيتم استهدافها بشكل مباشر. ومن الجانب التقني بوجه التحديد الصواريخ التي لا تتجاوز 150 كيلومتر، في بالمقابل الجانب الإسرائيلي يمتلك بصواريخ دليلة التي تحملها طائرات F-16 التي تتجاوز مدياتها الفعلية 250 كيلومتر، وبالتالي هذه المنظومات لن تكون مجدية في حال إيصالها، رغم أن يعني الجانب الإيراني يصرح بشكل رسمي بأنه سيزود النظام السوري، لكن عمليا هي ليست للنظام السوري وإنما حماية تلك القواعد. وهنالك اتهامات متبادلة ما بين الجانب النظام السوري وكذلك أيضا الجانب الإيراني بخصوص أن الدفاعات الجوية السورية لم تكن تعمل أثناء توجيه الضربات من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي انعدام حالة الثقة أيضا عززت من قدرة أو من يعني من حجم مسؤولية إيران بإرسال تلك المنظومات الدفاعية الجوية. لكن عمليا هذه مرحلة يعني هذه نحن نتحدث عن مرحلة استنزاف كبيرة وصلت إلى مستوى الصواريخ الدفاع الجوي 300 أو مش خداد مثيلتها، وبالتالي هنالك أعتقد بأن مروحة أهداف ستكون ربما قد تشمل حتى داخل الجغرافيا العراقية في حال ثبت وصول تلك المنظومات جميل. عبر تلك الأنفاق وستعطل أنت تلك وصلت الأنفاق أنت وصلت إلى سؤالي القادم.